اولا كما تعرفوا المعرض ديال الفلاحه ديال مكناس هو معرض مهم وتشكل بالنسبه لنا حنا فرنسا واحد المناسبه يعني مهمه جدا باش نتواصلوا مع المستهلكين وكذلك مع لي بارتنير ديالنا مع بعض المؤسسات مع المهنيين. اذا حنا تنحضروا كل عام لونسا تحضر في لوسيام يعني بكل الثق ديالها جميع المديريات تيحضروا تندوزوا بعض لي ميساج مهمين لان كما تعرفوا يعني الشغل الشاغل ديال لونسا هو السلامه ديال المنتوجات الغذائيه والمستهلك تيبقى هو يعني في الاساس ديال الانشغالات ديالنا. الاتفاقيات اللي تم يعني التوقيع ديالهم في هذا المعرض تم التوقيع ديال ثلاثه اتفاقيات، وحده دوليه وجوج وطنيين. الاولى كانت مع يعني لومولوج ديال لونسا في هولندا باش نتبادلوا يعني المعلومات والخبره فيما يخص مراقبه ديال المواد الغذائيه وكذلك فيما يخص لا سيرتيفيكاسيون الكترونيك ديال المنتوجات الغذائيه. دونك غيكون واحد تبادل الخبره وزيارات ميدانيه ما بين هذه المؤسسات. كما تعرفوا هولندا واحد الدوله كبيره فيما يخص يعني التسويق ديال المنتوجات الغذائيه على الصعيد العالمي، وعندهم بعض الانظمه يعني مهمه جدا ومتقدمه جد متقدمه، ولونسا ان شاء الله تستفيد من التجربه ديال هولندا في يخص هذا الميدان. الاتفاقيات الاخرى اللي تم التوقيع عليها وحده مع جمعيه بمهنيه ديال المنتوجات البيولوجيه في مابيو، وهذه كذلك باش نتعاونوا جميعا لونسا وهذه الجمعيه البمهنيه باش هذا القطاع ديال المنتوجات البيولوجيه يعني يتطور، وكذلك باش يكون المراقبه في تطبيق المعايير اللي تضمن لو لابيل والجوده ديال هذيك المنتوجات. وكاين كذلك بعض النقاط الاخرى ان شاء الله بحول الله نخدموا مع هذه الجمعيه كذلك باش نكونوا حنا قراب لهم ونساعدوهم بعض الامور اللي تخص لا سيرتيفيكاسيون ديالكم. والنقط الاساسيه هي عندنا واحد فيما يخص هذا القطاع قوانين جد مهمه يعني الترصدة القانونيه في هذا الميدان واضحه ومهمه، وغادي نسهروا باش نطبقوها لان التطبيق ديالها تيبقى اساسي باش ينجح هذا القطاع. والاتفاقيه الاخيره والثالثه هي مع التجاره 2020. كما تعرفوا هذه الجمعيه ديال لي ديستريبيتور ديال لي غروسيست وحتى ديال لي ديتايون وكذلك حتى ديال بعض الاسواق الاسبوعيه، وحنا بالنسبه لنا هذه جمعيه مهمه يمكننا نتفاعلوا معها باش نحاولوا نضموا هذا القطاع ديال لا ديستريبيسيون فيما يخص احترام المعايير ديال السلامه الصحيه بما ديال المنتوجات الغذائيه. وهذا هو يعني الاطار ديال العام ديال الاتفاقيه اللي سنينا معهم. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيه ليصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.